بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتور محمود هدهود، استاذ جراحة العظام والعمود الفقري بكلية الطب. النهارده عايزين نتكلم على مرض اسمه بيرثس ديزيز، عبارة عن تآكل في رأس عظمة الفخذ او افاسكول نيكروزس اوف ذا هيد اوف ذا فيمر في التشيلدرن او في الاطفال، وده بيسبب لهم مشاكل بالنسبة للمريض في مقتبل العمر او فيما ياتي من ايام. معانا حاله الولد دوت بتابعه من 2013، عايزين نشوف الاشعه. باين في الاشعه في فرق شديد ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال. الناحيه اليمين فيها تاكل في الهيد او في الابيفيسز اوف ذا هيد اوف ذا فيمر، وبالتالي الحجم مختلف بالنسبة لليمين عن الشمال، وبدأ ان هو يخرج من مكانه. احتاج دوت لعملية اوستيوتومي في العظمة ديت، او عملية قص عظمي وتركيب شريحة ومسامير. وديت الأشعة المتابعة اللي هي في سنة 2017 بعد 4 سنين من العملية، وبان فيها ازاي ان هي التآكل ده التأم والعظمة رجعت إلى حد كبير لحوالي 90% من وضعها الأصلي مقارنة بالناحية الشمال. والطفل معانا دلوقتي، هنشوفه ونشوف حالته إيه ونطمن عليه ونطمن حضراتكم بالنسبة له. فرجك لفوق كده جدع، نزل الفرجك الشمال برضو، نزل وموقف على الأرض كده، يلا ماشي. اتمشى بقى، روح وتعالى تعالى كده، ماشي ماشي، ممتاز جدع، ماشي احسن كتير على الاول. ان شاء الله ماشي باذن الله، باذن الله ماشي. هنشيل لك بقى الشريحه كمان عشان ايه باذن الله تخلص بقى من شويه الالم البسيط بتاعها دي، ماشي ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمك. مرض بيرسز ديزيز او تاكل في راس عظمه الفخذ كتير بيعمل مشاكل للمريض، ممكن يعمل تاكل وخشونه مبكره في المفاصل، ويحتاج لتركيب مفصل صناعي ليه وسائل اللاكة زي ما شفنا، وبحيث ان احنا نساعد المريض ان هو ينجو من معظم هذه المشاكل زي قدامنا، وفي ليها عمليات كتير وحاجات ان هي يستعيد لحالته الطبيعيه. ارجو لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشير وسبسكرايب، ونلقاكم دايما في احسن صحه واحسن حال. دكتور محمود عدود، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري.